نروح بقى مع حضراتكم للقطه كده برضو ملفته للنظر، زي ما بنعرض لكم وزي ما عملنا ده قبل كده اكتر من مره. لقطات بيبقى فيها مثلا خناقات بين لعيبه، لاعب وحكم، شكل من اشكال العنصريه ما بين الجماهير واحد اللاعبين. المره دي بقى اللقطه هتكون لقطه من النوع اللطيف اللذيذ اللي بنتمنى ان هو يتكرر كتير في ملاعب كره القدم. شهدت مباراه في الدوري الاسباني بين ريال باتس وريال سوسيداد، قيام جماهير باتس بالقاء الالاف من العاب الاطفال على ارضيه الملعب خلال فتره الاستراحه ما بين الشوطين. ده عشان ايه؟ ده عشان الهدايا دي اللي اترمت هتتوزع على الاطفال المحتاجين خلال فتره اعياد الكريسماس والميلاد. اللي حصل ده كان بناء على طلب من نادي ريال باتس من جماهيره، طلبوا من الجماهير ان هم يجيبوا معاهم العاب ما يزيدش طول اللعبه الواحده عن 35 سنتي ولا تحتوي على بطاريات، وطلبوا منهم ان هم يرموهم على ارضيه الملعب بين الشوطين. ده طبعا يعني في المباراة الأخيرة للفريق على ملعبه، وأعلن النادي عن إن هم جمعوا بالفعل حوالي 19,000 لعبة اترمت على أرضية الملعب وتم تجميعها لتجهيزها للتوزيع على الأطفال المحتاجين. يمكن الجميل كمان إنه انعكست اللفتة الجميلة دي على حماس لاعبي الفريق، حيث تمكنوا من تسجيل 3 أهداف في شباك ريال سوسيداد خلال الشوط الثاني لتنتهي المباراة ب4 أهداف مقابل لا شيء. تعالوا نشوف التفاصيل.